arrière-plan. Arrière-plan. سيسلنا على الناس اللي صنفينا في لا احنا بعد اولا على السياسة وبعد على اللي كنا نحكيه فيه، ولكن احنا نهنيه لانه ما جاتش الفرصة كافية لتهنئة اولادنا اللي نجحوا في البكالوريا، وان شاء الله حظ اوفر للتلامذة المؤجلين ولبقية الامتحانات الوطنية، وهي تفتح باب انا قلت هو للمصروف. احنا في العادة نفرحوا كي يجي السيف والناس كلها تقول السيف ضيف خفيف، ولكن يبدو أنه ثقيل الظل هذه المرة علينا، يفتح الباب أمام رب الأسرة الكثير من المصاريف اللي هي في وضعية الناس كلها تعرف الفلوس ما ثماش، الإمكانيات محدودة، غلاء المعيشة ما عادش مخلي الشهرية. اليوم التونسي مقبل على مصاريف كثيرة، مصاريف النجاح، راه حتى النجاح يمثل تكلفة مصروف. في المصروف في العائلات واحتفالات واستقبالات وحلو أنت تبدأ يعلم بكرامي من خارج مباك وكل كيهات المبروك وحفلاتي وثم ناس معنا أولا غالب هذاك تخلف في التقليد ويجيب لك فرق وغاني وجو متاع الصغار وغيره، هذا وحده في حد ذاته. ساعات واحد ينجح الولد وزيد يخلص وتفهم ساعات يقولوا له خلص، يعني يعاقبوا على النجاح بدل يعطيوه يقولوا له آخر فلوس. مصروف آخر قدامنا هو مصروف العيد، وراه اليوم الحديث عن معناه الأضحية من 700 ل 1000 دينار، يعني تقريبا هذا اللي معناه اللي يقبل عليه العائلات والطبقة الوسطى. هذا كذلك مصروف والعلوش راهو كي تاخذه ب 900 800 مش مليون، راهو عنده مصروف 150 هاو الكانونة والمشوى والفحمة. علاش ما يرجعوش العائلات خليفة يعيدوا مع بعض؟ وين يعيدون مش يقعد يعني لخويت وامهم مثلا هاي وين مش نفس العلوش في الدار الكبيره في حتى هي الدار كبيره مازال وين مش لم وانا قلت ناس قريب يسكنوا في الشارع في السخانه ماهوش حل من الحلول حل من الحلول العائله الكبيره كل حد يعطي شويه يتلموا العلوش حل الناس الكل يهزوا مع بعضهم بالحق على لما الاسره مع دخلت مرحله التفكك ما عادش راهو زاد ما نغلطوش انفسنا هاي يعني فرصه باش يتلموا يمكن كي يتلموا ما زاد عنده مصاريف هاو زيدك مصروف ليسونس اللي باش يحول ويمشي وغيره ولا يكلف ليسونس راهو بالنسبه للناس اللي تنقل ب 40 و 50 كيلومتر ولا تكلفه ثم مصروف اخر وقاعد تشدوا رادار في الثنيه مصروف اخر قاعد مخبي باش يظهر بعد مده الماء والضوء بالك لانه احنا الان في الطقس لا امسنا الطقس الحراره باش تتكلف غاليه عند الناس على مستوى كما قلت لك فاتوره الضوء وكذلك فاتوره الماء لانه الناس في الطقس هذا تستعمل ياسر الماء وبالتالي هذاك في حد ذاته مصروف جديد. ما تنتهي من ذلك المصروف بين العيد والضوء والنجاحات زاد مصروف العائلة في العادة تختار انها تمشي شوية هذوما للشط هذوما عندهم افراح وعراس هذوما يروحوا للبلدان هذا رمالك مياه عمناه هذا قالوا رمالهم مياه يرملوا 120 على الاقل لا مو بالعملة فارق العملة يزم تقيسه ويزم يعطي اقل ايه ما فهم منها سماه ثلاثة من الناس كل واحد رمالك 100,000 في أي مناسبة قبل يجيوك ثلاثة مناسبات فرد جمعة 300 دينار مصروف زاد هذاك راهو الناس مصروف لكن كي تجمعوا مع بعضه يولي مصروف أنتم ما تحكوا معني في العرس ولا في حاجة فرموه العرس والمناسبات حجيمة المدام ودبش الصغار وكري الروبا نتاع المدام وبرا أحسب أنت المصروف قداش قدامنا شانتي كبير من المصاريف ما تنتهي من هذا عند آخر أوت اللي تلقى روحك في العودة المدرسية ما هو في الصيف الشهرية قداش وقت الدولاب واقف نسبيا وبالتالي ما تمش حل إلا سياسة التقشف اللي يمارسها رب الأسرة في غياب سياسة عامة للتقشف مطالب رب الأسرة أنه يحسب الأمور شوية ويسيس روحه مع المدام رب الأسرة كي يحب يتقشف بعد يشوف شو يعني هي الشهرية وتتصرف قلها تصرف خذها الكل شكرا لك تضحك مروة عجبك الحكاية عندها الفلوس شكرا لك خليفة